استقبل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله ال خليفه رئيس المجلس الاعلى للصحه معالي الدكتور احمد عبد الوهاب العوضي وزير الصحه بدوله الكويت الشقيقه والوفد المرافق وذلك بمناسبه زيارته لمملكه البحرين وتم خلال اللقاء استعراض اوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحيه وسبل تنميتها خلال المرحله المقبله بما يدعم الجهود المشتركه في تطوير القطاع الصحي وتعزيز مستوى جوده وكفاءه الخدمات المقدمه بما يواكب التطورات